حينما وافق مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات في أيار عام 2020 على المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعلى ضوئه منحت الثقة لحكومته، لم يكن أحد يتوقع أن يتم إنجاز القليل من هذا البرنامج. النسب المتوقعة والأرقام الاستباقية تم احتسابها بالكامل على أساس التفاؤل بإنجازها خلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة، وليس التنفيذ الكامل للمنهاج الذي يستغرق وقتا أكبر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية فرضت نفسها على العالم برمته، ما ترك أثرا على أداء جميع حكومات العالم، ناهيك عن الظرف الاستثنائي الذي جاءت به هذه الحكومة. ولكن وعلى الرغم من ذلك، نجحت حكومة مصطفى الكاظمي في تأسيس رؤية للحلول من خلال وضع برامج عملية والمضي بتحقيقها ضمن مراحل محكمة وستعطي ثمارها بشكل تدريجي وتراكمي. وبالفعل فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي لأداء الحكومة خلال النصف الثاني من العام الماضي 71%. أبرز إنجازات الحكومة بحسب المنهاج الوزاري الذي أعدته ووعدت بالالتزام به كانت وضع موعد للانتخابات النيابية المبكرة ودعم مفوضية الانتخابات لإجرائها وتطبيق قانون الأحزاب ومحاربة جائحة كورونا والتفاوض بشأن مستقبل تواجد قوات التحالف الدولي في العراق وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وحماية الحدود وأمن المنافذ وتعزيز الرقابة الأمنية والربط الإلكتروني للمطارات والمنافذ الحدودية مع المعلومات والبيانات الاتحادية، حماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي واستثمار قدرات التحالف الدولي في توجيه ضربات جوية عالية الدقة لقتل قيادات الإرهاب المهمة في العراق، وذلك بالتنسيق مع بعثة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مجال إصلاح القطاع الأمني. من المؤكد أن المواطن سيرصد هذه المسيرة الإصلاحية بانعكاساتها على الواقع الصحي والاجتماعي والأمني والاقتصادي والسياسي في انتظار المزيد من القوانين الصارمة للحفاظ على سيادة الدولة ومركزيتها وهيبتها.